مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام البنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم عالم ميار. الفيديو ديال اليوم عبارة عن وصفة للكميرات الصغار أو باقيت الصغير بالعمارة نتاع الدجاج. كتجي أكثر من رائع، وصفة سهلة كما عودتكم على القناة ديالي. كنحاول نجيب لكم الوصفات اللي سهلة ما فيهاش كثرة المكونات. نبدأ على بركة الله. غادي نحتاجو الدقيق، هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق العادي، يعني ديال اللي كنديرو به الحلوى، مغرب مزيان مع شوية ديال الملحة، 4 معالق كبار نتاع زيت البلدية، 2 معالق كبار نتاع نيدو، 2 معالق كبار نتاع دانون مسوس، معلقة صغيرة من سنيدة، والقليل من الخميرة الخبز، هنا خميرة حبيبات، والماء لجمعي العجين. بالنسبة للحشوة فعندنا 2 فلفلات كبار مقطعين قطع صغيرة ومشحرين مع شوية الملحة والبزار والزيت. منين تتهبط الفلفلة كنصفيوهم ديك الزيت كنحتفظو بها. 4 المعالق كبار نتاع الزيتون مقطع قطع صغيرة بالعظم. عندنا معلقة صغيرة ديال مطيشة الحك، القليل من الخرقوم والابزار والملحة، والقليل من الهريسة، نصف ملعقة صغيرة من الموطارد، ونصف ملعقة صغيرة من صوص الصوجة السائلة كتكون خفيفة، القليل من الفرماج الأحمر اختياري، 250 غرام من صدر الدجاج مقطع قطع صغيرة. هذه يعني وزيت باش غادي نشحروا المقادير. بالنسبة للفلفلة سبق وشحرتها، كناخد صدر البيبي كنضيف له التوابل والصوجة والمطارد يعني والزيتون، كنخليهم كنضيفوه خارج النار، كنخلي هاد العناصر كاملين كيتشحروا مزيان حتى كيطيب لي صدر الدجاج. خارج النار كنضيف الزيتون والفلفلة، كنصفي العناصر كاملين من الزيت. من بعد ملي كتبرد الحشوة عاد كنضيف الفرماج. نبداو على بركة الله. هنا غنضيف حليب وغبرة، 2 معالق كبار خميرة سنيدة، دانون مسوس. فهاد العجينة كتجي رائعة، يمكن لكم تصنعو منها ميني هامبرغر، يعني العديد من الأشكال. والحشوات كتبدا كيعني انا عطيتكم غير مثال، كتبقى على حسب الرغبه وحسب المتوفر في المنزل. نضيف الزيت وكنجمعها بالماء دافي، كتكون يعني قاسحه شويه بين وبين، تندلكوها حتى كتولي رطبه. نعطيو هاد الدليك حتى تولي رطبة بين يدينا، ديك الساعة كنخليوها ترتاح حتى تلق مزيان وتخمر واحد شوية. فهاد الوصفات كنحتاجوهم بزاف وكنوضفوهم في المائدة الرمضانية. هاد العجينة كتجي رطبة هشيشة وزوينة بزاف ولذيذة، ديك النكهة نتاع زيت البلدية مع دانون. بالنسبة للبنات اللي يسولوني يلقاو العجينة، فأنا جمعتها قاصحة شوية بين وبين، من بعد ضفت لها الكمية د الماء، يعني كيكون القوام ديالها كنديرها يعني كتشد لي الصبع وكيمشي لدرجة أنه متلصقو، وما تحتاجش مجهود بزاف ديك غير بهذه الطريقه في بواسطه الاصابع. هذاك الزيت ودانون ونيدو كيكونوا عاطينا واحد الرطوبه. هذه هي العماره، من بعد ما بردات وتصفات مزيان ديك شويه الزيت اللي كتكون فيها، ضفت لها الفرماج المحكوك. هنا العجينة ديالي قسمتها مكويرات، حاولت نعطيهم حجم يعني قد
بعضياتهم، كنخليها ملي كنكبرها ترتاح واحد المده ديال 10 دقائق الا جات تكون رطبه يعني مساعده العمل. طريقه الخدمه وياكم البنات، الزيت ديروا الزيت راه ما تجمعكمش يعني ما يتلصقوش الجوانب، كنطلعوا المدلك بهذا الشكل هكا غير قليل فقط من الدقيق. كنحاول يعني الوسط نخليه غليظ ونرقق غير هاد الجناب، ما نرققش هنا الوسط باش ما تخرجليش الحشوه، نحاول نرقق شويه الجناب كما شفنا ما تكثرش الطحين، تكثرش الطحين خلي جينا تكون رطبه. تناخد كميه من الحشوه يعني قليل، كنوضع داك الوسط اللي عندي ماشي غليظه، وضروري ما نمسحو يدينا باش ما يطبعولناش الباكيطه ديالنا. صافي نسدوهم بطريقه جد بسيطه وسهله. باش كنقسموهم هكا الكويرات كيجيونا يعني مقادين، كنحاول نغلق مزيان على العجينة تتكون مرخوفة فكتلصق بكل سهولة. نهضر بهاد الطريقة تكون واضحة، هاد القبة مزيانة ديالي من الباكيطة. نحاول نرقق هنا الجناب، كنوضعها في الوسط. نعاود البنات يعني الوسط خصو يبقى غليظ باش ملي نقلبوها ولا ملي يطيبو ما تخرجناش الحشوه من الوجه، هادو كيكونوا رقاق باش كيسهلوا علينا العمليه. طريقه سهله جدا، كنمسحو يدينا نوليو نبركو هكا تقلبوها. هادو هما الباكيطات ديالي من بعد ما شكلتهم. بالنسبة للدهن كنقضي انا اصفر بيضة مع القليل من قطرات الحليب. بسم الله كنبدا ندهنهم، منساش الجناب، راه الحليب كيعطي تو واحد اللون ذهبي وكيحيد ديك الريحة الزفورية ديال أصفر البيض. قرب لكم كنشوفو سكين يكون ناضي، كنديرو تفتيحات فلي كنلقاو في الباكيط، منشربوش العجينة يعني من الفوق واحد شوية. أنا نكمل بالنسبة للتزيين يعني حسب الرغبة، يمكن لكم تزينو هكا بودر قشقاش كما يمكن لكم تزينو بالفرماج أو بلا الجنجبان أبيض حسب الإختيار، يعني كيبقى لكم يعني يكون سيدة. بالنسبة للخشخاش راه يعني مكنوصفش به النساء اللي عندهم ضغط دم مرتفعة أو دقات القلب ماشي منتظمة ولا مرتفعة. انا نكمل التزيين ديال الباكيطات ديالي والفران في نفس الوقت راه كيسخن، غنخليهم حتى ينضجوا ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي.
هذا هو الباكيت ديالي. بعد ما طاب من تحت انا هبطو راه كياخذ اللون كيتحمر من الفوق. هذا هو الباكيت من بعد ما خرجتو من الفران حتى تحمر زينتو بالفرماج كيف ما كتشوفوا، كتجي العجينة هشيشة والعجين رطب بزاف ولذيذ مع دانون ونيدو. نتمنى البنات تجربوا هذه الوصفة، ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجوا وتابوناو في لاشين الا كنتو هذه اول مرة تزوروا لاشين. استودعكم الله.